اهلا وسهلا بيكم على قناة اكسب اونلاين. دي الحلقة الثالثة من موقع الربح من الضغط على الاعلانات اللي هو موقع جاب. عملنا قبل كده حلقة عن التسجيل وشرح الموقع، وحلقة تانية عن الايداع واشترينا ريفرال واشترينا عضوية. الحلقة دي هنعمل فيها السحب، ازاي تسحب فلوسك من الموقع والارباح بتاعتك، ازاي توصلها على حسابك في البنك الالكتروني اللي هتعامل معاه سواء بنك بيرفكت ماني او بنك بير. ركزوا معانا، الحلقة دي مهمة ونكمل بعد الفاصل. دلوقتي احنا حققنا ارباح $5.5، عايزين نسحبهم. هنعمل ايه ببساطة؟ نضغط على ويزدرو اللي هو سحب. هتسحب عن طريق يا بنك بير يا بنك بيرفكت ماني. انا محتاج فلوس في بنك بيرفكت ماني، هسحب عليه. هنا طريقة السحب هتكون بنك بيرفكت ماني، بس عايز الرقم بتاع الحساب. طبعا هو هنا مش متضاف ومش تقدر تضيفه من الصفحة دي. هنرجع للبيرسونال سيتنج، الصفحة دي اللي هنقدر نضيف فيها رقم الحساب سواء بتاع بنك بيرفكت ماني او بنك بير، بس هتحتاج ان انت تحط الباسورد بتاع الحساب علشان تبدأ ان انت تأكتف التعديلات اللي انت عملتها. طب عموما دلوقتي احنا عايزين نضيف الحساب بتاع بنك بيرفكت ماني. هنعمل ده ازاي؟ هتفتح حسابك في بنك بيرفكت ماني، هتاخد حساب الدولار، هتضغط عليه، وهتبدأ ان انت تاخد رقم الحساب بتاعك كوبي ونحطه على طول هنا. بس ده كده رقم الحساب بتاع بنك بيرفكت ماني. ممكن كده بعينك تتأكد وتراجع الحساب، مع ان طبعا انت واخده كوبي فما فيش قلق من اي حاجة. وهتبدأ ان انت هنا تحط الباسورد بتاع الحساب واضغط سند. كده احنا ضفنا الحساب بتاعنا. طريقة الدفع من خلال بنك بيرفكت ماني، لو رجعنا تاني للصفحة الرئيسية وعملنا سحب بنك بيرفكت ماني، ادي رقم الحساب اهو اتضاف. الويزدرو فيه العموله بتاعه السحب بتاع الفلوس، مفيش اي عموله، صفر خالص، مفيش اي حاجه، مع ان في مواقع تانية شفنا ان في عموله 8% زي موقع سكارلت كليكس. الناس اللي بتتابعه عشان تشتغل فيه او بتشتغل فيه اوريدي هتعرف ان في 8% عموله على كل سحب. يعني لما تيجي تسحب $10 هيوصلوا لك $9.2 فهكذا، لكن هنا مفيش اي عموله خالص. هنضغط على سبميت. كده طبعا الفلوس اتسحبت، وبيقول لك ان انت بعد كده محتاج ان انت يكون معاك على الاقل $3 علشان تقدر ان انت تسحب فلوسك. طبعا احنا كان معانا 5.5، فالموضوع كده تم بنجاح، يعني مفيش فيه اي مشكله. لو رجعنا الاكونت بالانس هتلاقيه صفر لان احنا سحبنا الرصيد اللي فيه. طبعا ممكن السحب ما يبانش معاك على طول في البنك، يعني لو دخلنا على بنك بيرفكت ماني هتبص هتلاقي الرصيد ده كان موجود من الاول واحنا كان ساحبين $5.5. طب ايه الموضوع؟ هل السحب لازم يبان على طول؟ لا مفيش مشكله، مش لازم يبان على طول. طب اتاكد منين؟ ان انت لو دخلت في الويزدرو هيستوري اللي هو السحب، تاريخ السحب بتاعك، انت عملت سحوبات قد ايه، هتلاقي $5.5 دول بيندينج، يعني لسه بيتم معالجتهم. بعد كده لما يجيب لك هنا كومبليت هتبدا ان انت تلاقيهم سماعه في حسابك في البنك، يعني مفيش قلق ومفيش اي مشكله. وبرده لما الفلوس توصل هنبدا ان احنا نعمل لها حلقه علشان الناس اللي عايزه تشتغل وقلقانه تبقى مطمنه، واحنا اهو بنجرب كل حاجه قبل ما انتوا تشتغلوا علشان برده اللي عنده يبقى اي اسئله يبقى عارفين اجابتها مسبقا. لو الحلقه عجبتك اعمل لايك وشير للحلقه، وما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديده، ونشوفكم الحلقه الجايه.